إبادة جماعية دمرت الأخضر واليابس وقضت على أبسط حقوق أي إنسان في العالم. في غزة لا طعام، لا شراب، لا تعليم، لا صحة، كلها حقوق أقسمت عليها المنظمات الدولية لكنها لم تحققها. كان في حروق من الدرجة الثالثة. وحاولت منظمات حقوقية عربية أخرى كالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان الفلسطيني أن تكشف المستور عنها ولو بتقارير مشتركة تسلط الضوء على معاناة 2,300,000 مواطن يعيشون نهارهم ليلة من جراء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع. غالبية من أصيب من التقيناهم هم من الأطفال والنساء، هناك بتر لغالبية من التقيناهم أيضا، إما بتر في أحد الأطراف أو في كل الأطراف، حالات من تهتك غير مسبوق للجلد بالأنسجة الداخلية. يعني هنا نتحدث عن جرائم حرب تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر باقترافها، وبالتالي لابد من توثيقها، وهذا هو سبب هذه البعثة في هذا الوقت. البعثة المشتركة للمنظمتين المستقلتين سلطت الضوء في التقرير على حياة أكثر من 600,000 طفل في غزة حرموا من التعليم بعدما أغلقت المدارس التابعة للأونروا وغيرها في قطاع غزة، وفقد نحو 22,000 مدرس وظائفهم في قطاع التعليم، وحذرت من حاجة ماسة ل9,000 مريض للعلاج خارج قطاع غزة، بينما خرجت أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة في القطاع. هذه هي نتائج المرحلة الأولى. احنا عندنا مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة إن شاء الله في غضون العام الجاري. احنا نطلع أنه خلال الأسبوعين، بعد أسبوعين تقريبا نكون عندنا المرحلة الثانية. بناخد عينة أخرى من المستشفيات، بناخد عينة أخرى من الجرحى، بنوثق مزيد من الشهادات اللي بيساعد على تقديم الأدلة القاطعة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب المخالفة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عشان تكون أساس في عملية الملاحقة. وحاولت المنظمتان من خلال تقريرهما الأول توفير معلومات موثقة وفق المعايير الدولية والمساهمة مع شركاء من منظمات الحقوقية الفلسطينية في إعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة.